السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور في هذا الجمع الكريم، بناتي وأبنائي، شباب مصر العظيم، اسمحوا لي في مستهل حديثي إلى هذا الجمع الكريم والذي يضم كوكبة من رموز الدولة وشبابها من مختلف أطياف المجتمع المصري، أن أطلب منكم أن نقف جميعا تحية وتقديرا لشعب مصر العظيم المثابر الواعي الذي أثبت بلا أدنى شك أنه شعب عبقري وصانع للحضارة وقادر على الصمود ومواجهة التحدي. احنا نوجه التحية لشعب مصر. اسمحوا لي اقول لكم ان التحية دي كانت واجبة. اتفضلوا لو سمحتم استريحوا. اتفضلوا. التحية اللي أنا طلبتها من حضراتكم وأرجو أنها تصل إلى كل مصري ومصرية، تحية واجبة لأن أنا مقدر جدا جدا اللي حصل الشهر اللي فات واللي قبله. إحنا بنتكلم على 30 شهر كلها محاولات الحقيقة بتتعمل عشان يعني عشان الدولة دي ما تكملش، وانتم يا مصريين، وده كلام يعني من قلبي ليكم والله، انا اسمحوا لي ان اقول لكم باسم مصر، مصر بتشكركم ان انتم حافظتم على كرامتها وكبريائها، لان اللي انتم عملتوه ده خلال الفترة اللي فاتت معناه كده انها ما تتهنش، ما تبقاش على صفحات الجرايد او القنوات التلفزيونية دولة بتضيع. ف كتر خيركم يا مصري. شكرا جزيلا. ما هو الشعب المصري رغم كل الظروف الصعبة شعب عنده كرامة، كرامة وكبرياء بلا كبر. الشعب المصري شعب عنده كبرياء بلا كبر وعنده عزة بتواضع، ويا رب ما تحوجنا إلا ليك أنت بس. السيدات والسادة، أتحدث إليكم وأنتم تمثلون مختلف أطياف رموز المجتمع المصري وممثلي مؤسساته المختلفة، وفي نهاية يوم ذي طابع مصري منفرد مارسنا خلاله فضيلة الحوار، تناقشنا واستمعنا لبعضنا البعض وتبادلنا الرؤى بكل شفافية وفي إطار من الوطنية من أجل تحقيق الغايات العليا لمصرنا الحبيبة التي تجمعنا على العمل من أجلها بكل تجرد وإخلاص. وكان شبابنا هم درة اليوم كما عهدناهم، دائما ممتلئين حماسة ونقاء. إنني لا أزيع سرا
أن أعلنتها لكم بأنني أكون في منتهى السعادة وأنا وسط أبنائي وبناتي شباب مصر أملها ومستقبلها، أستمع إليهم وأدون ما يقترحونه من ملاحظات وتوصيات، وأؤكد لكم جميعا أننا حققنا مكتسبا هاما بهذا الملتقى الجامع للحوار، والذي كان من أهم نتائج المؤتمر الوطني الأول للشباب، والذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في نهاية شهر أكتوبر الماضي. وقد كانت هذه الصيغة الحوارية الناشطة والفعالة نجاحا للدولة المصرية، والتي نسعى بإرادة حقيقية للارتقاء بأداء مؤسساتها في إطار من المدنية والديمقراطية الحديثة. السيدات والسادة، شبابنا الوطني المتحمس لا يخفى على أحد حجم التحديات التي يواجهها الوطن على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية. فها نحن نواجه جماعات إرهابية ظلامية تسعى إلى خراب وتدمير الوطن، وترتبط إيديولوجياً ومادياً بقوة خارجية تسعى لبث الفوضى والعنف إقليمياً من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية في عدد من الدول المجاورة والتي تعاني من حالات الاضطراب. يسعى البعض لأن تطول مصرنا العزيزة، وأيضاً نواجه فساداً يحاول أن يعرقل كل جهود التنمية والتطوير، ونحن عازمون بمشيئة الله ومن خلال استراتيجية منظمة للمضي قدماً نحو القضاء على مسبباته من خلال تكثيف جهود الأجهزة الرقابية، وكذلك من خلال توسيع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية. ونواجه أيضاً تحديات اقتصادية ضخمة نتجت عن مسببات عديدة تراكمت على مدار عقود وأدت إلى ارتفاع حجم الدين العام وازدياد مضطرد في عجز الموازنة وانخفاض الناتج القومي وتراجع حجم الصادرات إلى الخارج وانكماش قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي وتراجع في القطاع السياحي. ولذلك كانت المواجهة حتمية تفرضها علينا المسؤولية السياسية والضمير الوطني والتجرد من أي اعتبارات إلا اعتبارات الصالح العام ومستقبل أبناء هذا الوطن. وبناء على ما سبق فقد اتخذنا حزمة من الإجراءات الإصلاحية في مجال الاقتصاد تسعى إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحفيز مناخ الاستثمار وتهيئة البنية التحتية للدولة كي تكون مركزاً اقتصادياً إقليمياً وبما تنعكس آثاره إيجابياً على مستوى معيشة المواطن وعلى جودة الخدمات المقدمة إليه. ولأن العهد معكم كان الصدق والشفافية، فإنني أقول لكم بكل الصدق إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة كانت تستلزم من القائمين على أمر هذا الوطن قدراً من الشجاعة لاتخاذها، خاصة في ظل وجود بعض الآثار السلبية على المواطن. والحق أقول أيضاً إن معاناة المصريين أمر لا يمكن تجاهله أو إغفاله، ولذا فقد كانت توجيهاتي إلى الحكومة بضرورة اتخاذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بحيث تضمن تخفيف حجم الآثار المجتمعية السلبية التي قد تعاني منها الطبقات الاجتماعية الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصلاح من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ومن هنا أخاطب أبناء الشعب المصري العظيم العبقري مؤكداً لهم أن ما دفعني إلى السعي لحل هذه المعضلة هو هدفي الذي لا أحيد عنه، بأن أرى هذا الوطن عظيماً يليق بكم وبتضحياتكم، ولما أكن يوماً أسعى إلى حصاد شعبية أو الحصول على تقدير،
بقدر ما كان شاغلي وهم الأول هو أن نقتحم مشكلاتنا المتراكمة وحلها بما يمليه علينا الواقع والضمير. وأظنكم وظني بكم يقين بأنكم ستكونون على قدر المسؤولية مثلما كنتم دائما واعين بما يحيق بالوطن من مخاطر وما يواجهه من مشكلات. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد كان خط السياسة المصرية وثوابتها واضحا جليا للعالم كله منذ أن وليتموني المسؤولية، وأن علاقات مصر بكل دول العالم بصفة عامة ودول الجوار الإقليمي بصفة خاصة هي علاقات قائمة على الاحترام وتبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية، أو قيام مصر بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أي ما كانت. وكانت هذه المبادئ الحاكمة سر النجاحات المتحققة في ملف السياسة الخارجية المصرية، والذي أعاد لمصر مكانتها السياسية إقليميا ودوليا، وأصبح صوت مصر وشعبها مسموعا في كل العالم. ولتعزيز هذه المكانة فإنني أؤكد للجميع داخل وخارج هذه القاعة بأن مصر الجديدة هي دولة مستقلة تحقق إرادتها السياسية النابعة من إرادة شعبها الحر، وتؤمن بأن أحلامها ستصنع فقط بأيدي أبنائها، كما ستظل مصر بأن مصر الجديدة هي دولة مستقلة تحقق إرادتها السياسية النابعة من إرادة شعبها الحر، وتؤمن بأن أحلامها ستصنع فقط بأيدي أبنائها، كما ستظل مصر تؤدي دورها التاريخي تجاه أشقائها العرب، مؤمنة بأن الأمن العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وفي إطار من الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل. أرجو أن أنتوا تخلوا بالكم من الكلام اللي أنا بقوله ده كويس. أرجو أن أنتوا تاخدوا بالكم من الكلام اللي أنا بقوله ده كويس. أنا قلت لكم مرة قبل كده أن السياسات بتاعتنا مبنية على قيم ومبادئ قل وجودها. كما أن مصر تطمح إلى تعزيز علاقاتها مع كافة القوى الدولية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، وتنمية حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات من كافة دول العالم. بناتي وأبنائي شباب مصر، وجه حديثي إليكم مباشرة دون وسيط، فليس بيني وبين شباب مصر وسطاء، إنكم في طليعة اهتمام الدولة المصرية، أنتم الأمل في صناعة الحاضر وأيقونة المستقبل الواعد للوطن. إن ما يتم على أرض مصر من إنجازات هو لكم ولمستقبلكم ولأبنائكم، وبعزيمتكم نصنع سويا تاريخا مضافا لتاريخ أمتنا العظيم. إن توسيع نطاق مشاركتكم في العمل العام فرض علينا، وتهيئة المناخ اللازم لانطلاقكم واجب تحتمه التركيبة الديمغرافية المصرية، والتي جعلت من أمتنا أمة شابة حقيقية. ولأنني على يقين بأن قضايا الشباب وطموحاته هي التي تشكل رؤية المستقبل وتصنع هوية الأمة، فقد وضعت قضايا الشباب على رأس أولويات العمل الوطني، ويأتي في مقدمتها قضايا التعليم والصحة والبطالة والمشاركة السياسية وتجديد الخطاب الديني والثقافي. وأؤكد لكم أننا نمتلك الإرادة السياسية والعزيمة الوطنية على اقتحام هذه الملفات والقضايا، والعمل على إيجاد صيغ وحلول لها تتناسب مع آمالكم وأحلامكم. ولعل هذا الجمع
شاهد على إرادتنا لضمان استمرار قنوات التواصل والاتصال بين الدولة وشبابها بشكل فاعل وحقيقي، كما أن المصداقية التي حققتها سرعة تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ تعد بمثابة دلالة أخرى على صدق سعينا نحو تحقيق آمال وطموحات شبابنا. لقد تبعت بنفسي كافة التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، حيث استخدمت سلطاتي الدستورية في إصدار عفو عن عدد من الشباب المحبوسين كدفعة أولى تليها دفعات أخرى. وقد التقيت باللجنة المشكلة لفحص حالات المحبوسين واطلعت على جهودهم المبذولة في هذا الشأن، كما استضافت رئاسة الجمهورية عددا من الاجتماعات لمبادرة العمل الطوعي لشباب الأحزاب السياسية للقضاء على الأمية، حيث شكلت مجموعة عمل تضم مجموعة من الوزارات المعنية لتفعيل هذه المبادرة وتحقيق نتائج ملموسة لها. وفي إطار بحث تعديلات القانون 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في التظاهر والتجمعات العامة، وعلى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، فقد اطلعت على المقترحات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية وشباب البرلمان، ووجهت الحكومة بسرعة تقديم مشروع لتعديل قانون التظاهر إلى مجلس النواب خلال 15 يوما. يعني عايزين أقول لكم المرة اللي فاتت أنتوا بتحبوا التظاهر أوي كده. كما تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة الجمهورية من عدد من المتخصصين وأساتذة الجامعات لبحث سبل الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تدريب وتأهيل الشباب، لإنشاء هيئة وطنية للتدريب تكون بمثابة وعاء لتجميع الكفاءات الشبابية وضخ دماء جديدة في أوصال قطاعات الدولة. وأيضا تم الانتهاء من تدريب عدد 500 شاب من الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة. وجاري حاليا الانتهاء من موقف توزيعهم للعمل في قطاعات الدولة المختلفة. أنا كنت قلت لكم إن في جزء منهم هيبقى موجود في الرئاسة ومجلس الوزراء ومع الوزراء ومع المحافظين ومع البرلمان كمان. الفكرة كلها إن إحنا بنجهز الناس عشان يتولوا الجد، وإحنا دلوقتي بنجهز 200 من مستوى أكتر شوية. الـ200 دول هنجهزهم برضو في خلال من 9 شهور لسنة، ودول هيكونوا عبارة عن أول مجموعة ممكن ناخد منها وزراء ومحافظين. ويتوالى تدريب الدفعات المتتالية من هذا البرنامج لتكون بمثابة نوال قاعدة شبابية من الكوادر القادرة على القيادة من خلال تأهيل علمي راق وحديث. شباب مصر العظيم، أدعوكم إلى مزيد من العمل والاجتهاد من أجل تحقيق أحلامكم. اصنعوا الأمل بالعمل، واخلقوا مساحات مشتركة على أرض الوطن بعيدا عن مناطق الاختلاف والصراع. حولوا حماسكم إلى قيمة حضارية مضافة لما صنعه الآباء والأجداد من أجلنا. اجعلوا العلم والعمل بتجرد وإخلاص من أجل الوطن هو دستوركم. اجعلوا مصر هي الهدف، وعزتها وكرامتها هي الغاية. وثقتي في حماسكم وطهارتكم ونقائكم بلا حدود، وبقوة وعزيمة الشباب ستحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.